انت فارس بتلعب 6 مباريات بعد مباراه تلقيت فيها هزيمه بخماسيه امام فريق اسمه صن داونز الحقيقه يعني، والبعض شايف ان صعود الوداد على حساب صن داونز هو فرصه للنادي الاهلي. الحقيقه الامر مش كده خالص، المباراه صعبه جدا امام فريق متمرس على النهائيات، امام فريق قدر ان هو اخر نهائيين بينك وبينه قدر ان هو يفوز بالبطوله، وبالتالي المواجهه صعبه، ولكن الاصعب هو انك كنت ترجع بعد الخماسيه، الاصعب انك انت تلعب 6 مباريات في دوري ابطال افريقيا تحافظ على الكلين شيت. بعض الارقام والاحصائيات بتقول ان النادي الاهلي ربما وصل للكلين شيت رقم 200، ولكن خلينا نتاكد معلومه، لكن المهم والمؤكد ان في 6 مباريات بعد مباراه صن داونز انت قدرت تحافظ على كلين شيت وتسجل 13 هدف. هي دي شخصيه مدير فني قدر يغير من فلسفته، قدر ان هو يقف على بعض الثغرات، وقدر يتعامل مع اللاعبين، ولاعبين انا وجهه نظري خلاص لما نيجي نتكلم عن خبرات، لا عندنا خبرات في ارض الملعب، عندنا لاعبين مرت بظروف كتير جدا، مش قلقان على اللاعبين من اي جماهير، مش قلقان على اللاعبين من اي ملعب، لان خلاص بقى فيه ثقل. المهم فقط لا غير يكون التركيز والدعم الكامل للفريق. عندنا 3 مباريات في الدوري قبل مباراه نهائي او مباراه الذهاب، هنتكلم بالتاكيد عن القصه دي أكيد. لكن مش هنعدي كده مباراه الترجي والدور نصف النهائي الا لما نروح لنشوف مارسيل كولر وشغل مارسيل كولر والمؤتمر الصحفي لمارسيل كولر بعد مباراه الاهلي والترجي. Rhythmus bekommen, das ja, habe ich eigentlich schon im Kopf drin, aber das muss ich dann eh morgen oder übermorgen dann durch den Kopf gehen. لازم هقعد ابص على الموضوع وافكر فيه، لكن غالبا بنسبه كبيره اه هبدا ان انا اللعيبه اللي ما شاركتش الفتره الاخرانيه كتير انها تبدا تاخد رتم ماتشات، تبدا تاخد ماتشات عشان تخش معايا في رتم. انا عايز دايما، ودي فلسفتي، ان كل اللعيبه تبقى جاهزه طول الوقت، فهبدا ان انا اعمل بعض التغييرات. مين وازاي وامتى وقد ايه لسه ما عملتش تفكير محدد هعمل ايه بالظبط في الحته دي، لكن اه هيبقى في تغييرات بس مش عارف قد ايه ولا مين. هو برونو كان اتصاب وبعدين رجع من الاصابه، ما كان برضو مش زي ما يكون ما كانش سليم 100%، رجع اتصاب تاني وبعدين رجع بدا يتمرن، لكن هو مش واخد رتم الماتشات. الامور بتبقى صعبه لما يبقى معاك قائمه كبيره فيها اكتر من 30 لعيب، لان انا ما اقدرش اخد في الماتشات اكتر من 20 بس، فبيبقى في لعيبه بتستنى في النادي او بتتمرن لوحدها. بنحاول ان احنا نخلي التمرين اللي هم بيبقوا هم ما بيحبش يسميهم مستبعدين، الكلمه دي ما بيحبش يستخدمها الناس اللي قاعده في النادي، ان هي تتمرن تمرينات كويسه عشان خاطر تبقى في نفس واخده نفس الريتم بتاع اللعيبه اللي بتشارك معانا او موجوده في الماتشات. ده ما بيبقاش دايما متاح، ده ما بيبقاش سهل مع وجود ملعب واحد وان احنا معانا 30 لاعب. احيانا كمان الامور بتبقى في ايد اللاعب نفسه، ان اللاعب لازم يساعد نفسه، لازم هو اللي يثبت لي ان هو احسن من اللي موجودين هنا، او ان هو ياخد الفرصه ان هو يقاتل عشان فرصته، وهي تبقى جزء كبير منها في ايد اللاعب. ايه اللي هيحصل الفتره الجايه؟ لا هو مش مستبعد استبعاد نهائي، ده مش حقيقي. هو لو اثبت نفسه، لو الامور اتحسنت مع ضغط الماتشات، احنا كمان عايزين ان احنا في الدوري نفضل محافظين على الريتم بتاعنا العالي ده، عايزين ننهي الدوري ان شاء الله وناخد البطوله، فهبقى محتاج ممكن تدوير، هحتاج ممكن لعيبه، ممكن احتاجه، ده هنشوفه في الايام اللي جايه. يعني ده كان جزء من المؤتمر الصحفي بالامس بعد فوز النادي الاهلي على الترجي 1-0 بهدف رائع لحسين الشحات، يعني ضغط من مروان عطيه لكهربا لبيرسي تاو الاكثر مساهمه 9 اهداف، ويمنح هديه، يوزع حلويات لحسين الشحات اللي بيستلمها ولا اروع وبيسدد هدف الفوز. لكن مهم جدا اننا لما بنتكلم عن مدير فني بنتكلم عن فلسفه مدير فني فيها العداله، لان ده نقطه مهمه جدا. الراجل هو بيتكلم عن الفتره الجايه والروتيشن اللي هعمله، اه هعمل روتيشن. لما اتسال عن محترف مش موجود داخل الفرقه قال في اجزاء كتير متعلقه باصابات، واجزاء متعلقه بعدم استعداد، واجزاء متعلقه ب 30 لاعب في القائمه، وايضا في جزء متعلق باللاعب، وهنا ده دور مهم جدا. لازم اللاعب يثبت كفاءته ان انا اقدر اقنع المدير الفني ان انا قادر على الفرصه. مع مارسيل كولر لو انت لعيب قادر على الفرصه صدقني هتلاقي مكانك في التشكيله الاساسيه، او على الاقل يا فارس في القايمه اللي بتدخل المباراه، لان مارسيل كولر وصلنا لمرحله ان في 18 لاعب لو اخترت منهم 11 لاعب تقدر تواجه اي فريق. ده حقيقي، والجمله اللي انا محتاج اقف عندها هي اللي انت بتقولها يا اسامه، ان مع مارسيل كولر اللاعب انا حاسق ان هو مش مظلوم بصراحه. بالظبط. مدرب يا جماعه انا لو في لاعب مستبعد عندي هيبقى عندي سببين وانا مغمض. سبب الاول متعلق بان اللاعب بعيد فنيا، السبب الثاني انه ربما هنالك مشكله لها علاقه بموقف او حاجه كولر واخده. اللي مش هشك فيه ان كولر بيحب ويكره،
ان كولر اللاعب ما عندوش مشكله او ما عندوش حاجه فنيه وهو مستبعده، وده طبيعه وعقليه كولر. وكولر اظهر مدرسه رائعه في السيطره على اللاعبين بذكاء وبحرفيه شديده جدا. شوف اللاعيبه اللي بتبعد، وشوف ازاي لما كولر بيحتاجهم بيكونوا موجودين، شوف ازاي سيطره كولر على ادواته، شوف ازاي تحكم كولر مع كتير جدا من افكار الفريق. حاجات كتيره جدا وتفاصيل كتير جدا لسه هنكلمكم عنها، لان الاهلي خط احمر، حلقته ممتده ولكن بعد الفاصل.